زي ما كنت بتكلم مع زملائي دينا ومصطفى عن بكرة إن شاء الله الموسيقار الكبير عمر خيرت عامل حفلة موسيقية كما جرت العادة رائعة بالتأكيد في المتحف المصري الكبير، وبالظبط هتبقى الساعة 6 مساء بمصاحبة الأوركسترا الكبير وبقيادة المايسترو دكتور ناير ناجي. إن شاء الله من المقرر أنه يقدم أو يقدم خلال الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لموسيقارنا الكبير والعظيم عمر خيرت. طبعا مما لا شك فيه يعني أنا أظن أنه الحفلة دي كومبلين من ساعة ما تم الإعلان عنها. أنا أتذكر أن أنا دايما دايما عمري أبدا ما لقيت حفلة لعمر خيرت ما هياش كومبلين، وده بيخليني أقول لك أنه الذوق المصري زي الفل. يعني لما يبقى الناس في مصر أو سائحين من خارج البلاد يعني منطقة عربية أو أجانب موجودين ويجروا ويخشوا ويحجزوا تذكرة وما إلى ذلك، أولا انعكس فإنما يعكس طبعا مما لا شك فيه أنه الذائقة المصرية بخير، ويعكس أيضا مدى الإقبال على موسيقى عظيمة مهمة جميلة زي موسيقى الموسيقار عمر خيرت. مستر عمر خيرت معانا على التليفون، اهلا بحضرتك. الاستاذ يوسف. انا يوسف صح كده استاذ؟ ايه بس لا ده انا يوسف بس، حضرتك الموسيقار الكبير الاستاذ عمر خيرت، لكن انا يوسف وبس كده، حلو قوي بالنسبه لي. ما تحرمش منك يا حبيبي. يا رب يخليك يا رب يخليك. بكره يا فندم يعني هنسمع موسيقى ايه؟ ايه المقطوعات اللي هتتلعب؟ هنسمع كل حاجه الناس بتحبها. كل حاجة الله، ده الموضوع سر بقى ما بيتقالش من قبلها ولا ايه؟ كل حاجة الناس بتحبها، وفي حاجات جديدة كمان. في حاجات جديدة خالص ما سمعناهاش قبل كده؟ لا ما سمعناهاش. اسمائهم ايه بما ان احنا لسه ما سمعناهاش عشان نبقى مركزين؟ في حاجة اسمها حبيبة، دي على اسم حفيدتي. اوكي. عمرها قد ايه حديدة؟ عمرها 10 سنين. ما شاء الله، ربنا يخليها يا رب. غاوية مزيكا برضو؟ غاوية فن وكله باليه وكل حاجة. ما بتهزرش ما شاء الله. طيب ربنا يا رب يخليها يا رب ويوفقها. طيب دي كده أول مقطوعة، إيه تاني من الجديد؟ في بقى اللي هو سابق نفسك. سابق مجدك. اللي هو الإعلان اللي ألفته أخيراً ده. أيوة. ومعناه حلو يعني، إن هو الإنسان لازم يبص لنفسه ما يبصش لحد تاني. ويسابق. يعني يسابق نفسه. مسابق نفسه فعلا، بس هو المصري لازم يعمل كده. عملت شكل حلو كان في رمضان. صحيح. الناس اتبسطت قوي منها، فقلت لا لا عايزها بقى لايف. وطبعا بزود بقى في الحاجات دي اشكال تانية وبعمل توزيعات مختلفه. طبعا طبعا. فده الموضوع. وبعدين طيب. حفله بكره دي يعني. أيوة. طبعا انا اول مره في المتحف الكبير اعمل حفله، وده شرف عظيم لي انا شخصيا. ومؤسسة راعي مصر دي يعني أنا أول ما طلب مني إن أنا أعمل حفلة وفهمت إيه البروسيجر بتاع الحفلة وإيه عشان إيه، وطبعا وافقت فورا لأن دي يعني موجهة كل العائد بتاعها لمحتاجين صعيد مصر. صحيح. ومؤسسة راعي مصر دي بيرأسها الأستاذ أمير رمزي، وتعاملت معهم قبل كده طبعا، ناس محترمين جدا وفي صدق في الأقوال والتنفيذ يعني، فده شيء مشرف جدا لينا ولمصر الحقيقة. ده عظيم جدا عظيم جدا. أيوه. اتفضل يا فندم كمل. لا وكمان يعني عظمة مصر بقى في حاجة زي المتحف ده يعني انه ده رسالة عالمية يعني كنت لسه هسأل على كده انه مصر ازاي بتنفذ حاجة زي دي وازاي تقدر تعمل متحف كبير زي ده. ده كمان بعد المتحف بتاع الحضارة. ايوه مظبوط. هل الاحساس يعني بيختلف يا فندم عن انه لما باجي او لما مش انا طبعا لما يجي الموسيقار عمر خيرت يلعب حفله في اماكن من الاماكن اللي اعتاد عليها، تختلف او يختلف الاحساس
ويختلف حتى الإحساس بالموسيقى وبالعزف على البيانو لما هنبقى في المتحف الكبير؟ ممكن، لأن أنا هجرب. هتبقى تجربة مختلفة طبعا. في الصوت والضوء قبل كده عند أبو الهول، وفي معبد الأقصر عملت حفلة برضو قبل كده، أو حفلتين، ومعبد فيلة. طبعا بيبقى إحساس مختلف وبيعكس على المستمع والمشاهد اللي بيتفرج الحاضر الكونسرت، يعني بيعكس عليه عظمة محدش بيقدر يتناقش فيها. هو هي العظمة. لما والله أنا كنت بتساءل بقول إنه إيه معنى إنه دايما، أولا طبعا هو تاتش وود، لكن إيه معنى دايما نلاقي حفلات الموسيقار عمر خيرت كومبلي من قبلها بأيام؟ يعني ده معناه إيه؟ معناه إن الحمد لله ربنا وفقني إن أنا أقدر أنجح وأخلي شعبنا الجميل يحب حاجة اسمها موسيقى خالصة. صحيح. تعرف حضرتك إن إحنا يعني حياتنا كلنا كعرب الأغنية والشعر، الشعر والأغنية. أيوه. إنما الموسيقى في العالم كله طبعًا لها باع كبير جدًا وقالب موسيقية متعددة، ومنها القالب الغنائي، مع احترامي لأن الصوت البشري أجمل صوت آلة في الدنيا يعني. إنما ليه ينقصنا إن إحنا نبقى زي الدنيا كلها عندنا موسيقى؟ فده كان اتجاهي وتفكيري عن أبو بكر خيرت اللي هو عم طبعًا مؤسس الكونسرفتوار طبعًا، اللي هو يعني هو اللي ابتدى هذا المشوار وعمل سيمفونيات مصرية صحيح وحاجات عالمية كبيرة جدًا وله باع كبير قوي في هذا المجال يعني. لا أصلاً بالمناسبة أنا مستمع كثيف من وأنا عندي مثلاً، لا ده من وأنا صغير، من وأنا عندي حوالي مثلاً 12 سنة لموسيقى عمر خيرت كثيف يعني. حبيب. مفيش حاجة طلعت ما سمعتهاش. أتحدى أي حد وأقول المقطوعة بالاسم إن كنت أنا يعني بنشز، بس يعني عارف الموسيقى والمقطوعة بتبقى ماشية إزاي من أولها لآخرها يعني. وأتذكر إن أنا زي ولاد صغيرين كتير في سني، فكنا وإحنا في فترة ثانوي كده فاكرين إن إحنا كلنا هنطلع روائيين وحاجات زي كده، فأول حاجة كتبتها سميتها هويد الليل، في هويد الليل تأثرا. لا ده تأثرا، ده تأثرا بمقطوعة في هويد الليل طبعا. لا حبيب الله يرحمه حجاب، السيد حجاب الله يرحمه يا رب. أشكرك وكل التوفيق، ومنتظرين بكرة الحفلة زي ما يقولوا على أحر من الجمر، وأنا ساكن جنب المتحف فأنا هقدر أسمع الصوت من بعيد لأن أنا معرفتش أجيب التذكرة. لا أنت تتفضل تقعد معايا على المسرح. لا يا فندم، هو أنا طول والله العظيم ما طول هبقى هنا بقوم بدوري بقى من على الهوا، هتابع على طول. أنا طول. أشكرك يا فندم، ألف شكر لحضرتك وموسيقارنا الكبير جدا جدا، العلامة الموسيقية الكبيرة والعظيمة الأستاذ عمر خيرت.